في موقف برضو كان بالنسبة لي يعني طريف جدا. كان كأس العالم 2015، كان عندنا برضو وقت راحة كده، فكنا بنتمشى من الفندق للمول، واحنا معديين في الشارع لقيت حد بينده علينا يعني، وبينده عليا يعني بالأخص. فأنا عمال أبص في الشارع مين اللي بينده عليا ده، يعني احنا في الدوحة يعني، ازاي يعني في حد بينده عليا في كأس العالم بس؟ فببص كده لقيت حد بيشاور، ببص لقيته ميدو، كابتن احمد حسام ميدو طبعا يعني. لقيته بيقول استنوا استنوا، فراح لف ورجع في من بالاشاره، وركن العربيه في وسط الشارع عادي جدا، ما فيش اي مشكله يعني، ما يعني احنا في وسط الشارع. نزل من العربيه، انا عايز اتصور معاكم يا كابتن، احنا نتصور معاك يعني، لا نتصور معاكم وتصور معانا. كنا واقفين يعني بنتصور، وهو يعني تحس ان هو يعني فرحان بينا يعني، حاجه جميله جدا جدا ان نجم زي كابتن احمد حسام طبعا ان هو يجي، يبقى حاجه طبعا محفزه جدا للعيبه، حاجه كويسه جدا، خاصه ان هو يعني سايب، كان بيجي ساعات الماتشات، جه ماتش او ماتشين في البطوله، فدي حاجه كويسه جدا جدا يعني.